نزل لعبة شوية بالظبط. خليك تحت شوية. والله ما أدري إيش فيهم العيال، من مشكلة إلى مشكلة. ما علي يا خالتي، إن شاء الله كلها أزمة متعدية. ما قلتي لي يعقوب ما قالت عيونه إيش فيهم؟ والله يا خالتي ما أدري إيش في كلش. يقول صحى من النوم مو قادر يشوف. يقومك بالسلامة يا يمو يا شفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولي عافيك، أنا حابة أطمن على حالتك. حضرتك زوجته؟ والله يا أختي أنا مش عايز أخبى عليكي، هو يعقوب عنده مشكلة كبيرة جدا في عيونه، عنده تليف في الشبكية والقرنية، واللي عرفته كمان إن هو مريض إم إس، ومن الواضح من حالته إنه واصل لمرحلة خطر. يعني شلون؟ ماكو حل دكتور؟ أكيد في حل. أكيد إن شاء الله في حل. عن إذنك.